السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الطحينة البيتي الخام، وهي هتكون أحسن وأوفر بكتير من الجاهزة. مكوناتها اقتصادية ومتوفرة عندنا في البيت، وطعمها كمان هيكون أحلى بكتير من الجاهزة. نتيجتها رائعة جدا، هتعجبكم إن شاء الله. وهنعمل منها الطحينة العادية وكمان الطحينة البودر، والمكونات بتاعتها سهلة جدا وكفاية الجودة والنظافة، لأن هي معمولة في البيت. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه معانا كوبايتين من السمسم، كوبايه سمسم احمر وكوبايه سمسم ابيض. هنبتدي ان احنا نحمص السمسم. طبعا فايده التحميص ان هو بيحفز التزييت الطياره الموجوده في السمسم، وبيخرج الرطوبه اللي موجوده في السمسم. وتحميص كل المكونات هتساعد ان الطحينه تفضل معانا فتره اطول في الثلاجه، يعني ده من اسباب طول المده وكمان حفظها معانا. هنا هننزل كوبايه السمسم الابيض وهنحمصها برده معاها زي ما قلنا، يعني حوالي 5 دقائق كده بس على نار هاديه. وممكن كمان ان احنا نحمص السمسم في الفرن 5 دقائق وبنطلعه بالشكل ده. احنا كده حمصناه، هنحطه في بولة على جنب، وبعد كده هنبتدي ان احنا نحط المكون اللي هيدي قوام تقيل جدا وطعم احلى للطحينة، وهو نص كوباية من الفول السوداني المقشر. طبعا دي اضافة مش كل الناس بتحطها، بس هو بيدي فعلا طعم حلو جدا وبيدي قوام تقيل للطحينة. وطبعا الطحينة من المقبلات الاساسية اللي بنحبها جنب كل الاكلات وما بنستغناش عنها ابدا، وطريقتها سهله زي ما شفنا. وهنضيف كمان كوبايتين من الدقيق الابيض هنحمصه. طبعا برضو الدقيق بيدي قوام تقيل ومتماسك للطحينه وطعم حلو قوي. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايك. هنا حمصنا المكونات الجافه معانا، هنبتدي ان احنا نطحن في مطحنه التوابل. هنا حطيت السمسم الابيض والاحمر وهنبتدي ان احنا نطحنهم. وطبعا لو المطحنه صغيره بنحط نص كميه، بعد كده بنكمل في بعد كده مره ثانيه. بنطحن طبعا السمسم لحد لما يوصل لدرجه البودر، بس ما نوصلوش ان هو يطلع الزيوت اللي فيه عشان الطحينه تكون قوامها كريم. هنا طحنا السمسم وبقى معانا بالشكل ده اللي هو البودر عشان ما يخرجش اي زيوت موجوده فيه. وبعد كده هنبتدي نطحن الفول السوداني، برده هنطحنه لدرجه ان احنا نوصله ان هو يكون بودر بس، لكن ما يطلعش الزيوت الموجوده فيه بالشكل ده. بعد كده هو هنا اتطحن معانا، هنبتدي ان احنا نضيفه على السمسم وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. طبعا الطحينة ديت خام وموفرة جدا، بتفضل معنا فترة طويلة جدا في التلاجة، وزي ما احنا شايفين طريقتها ومكوناتها سهلة جدا جدا، والنتيجة احلى بكتير من الجاهزة. وممكن واحنا بنطحن في المطحنة نضيف شوية من الزيت، كمية الزيت اللي معانا اللي هي كوبايتين من الزيت، ممكن ان احنا نضيفه علشان يساعد المطحنه ان هي تمشي بسرعه. هنا حطينا السمسم المطحون والفول السوداني المطحون والدقيق، هنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض عشان يتجانسوا مع بعض وما يكونش فيه اي تكتلات في المواد الجافه. بنقلبهم كده بالمعلقه، وبعد كده هنقسم الكميه نص هنحطه على جنب، ودي تبقى كده الطحينه البودر كده جاهزه معانا. هنبتدي ان احنا نعمل الطحينه الثانيه اللي احنا هنضيف عليها الزيت. هنبتدي ان احنا في الاول نضيف كميه صغيره من الزيت في الخلاط ونخفقها كويس جدا لحد لما لون الزيت يتغير معانا، يعني بيبقى لونه مختلف شويه، بيبيض كده شويه، وده بيساعد ان المواد الجافه اللي احنا هنحطها ما تتكتلش معانا والخلاط يمشي اسرع. هنا احنا خفقنا اللي هو حوالي ربع كوبايه مثلا من الزيت لحد لما وصلناه للون ده. بعد كده هنبتدي ان احنا نضيف خليط المواد الجافه اللي هو السمسم الابيض والاحمر والدقيق والفول السوداني المطحون.
هنضيف كده بالتدريج علشان الخلاط يمشي بسهولة وما يتكتلش اي حاجة من المواد الجافة دي. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو عشان نوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من اللايك. هنا طبعا ملاحظين مع بعض ان المكونات سهلة جدا وهتدينا كمية كبيرة جدا، وكمان عملنا نوعين من الطحينة من الكمية دي، وكفاية الجودة والنظافة لان هي معمولة في البيت. هنا بنبتدي كده ان احنا نخفق واحدة واحدة، وبعد كده بننزل كمان اثناء الخفق كمية من الخليط المواد الجافة والزيت علشان نساعد الخلاط ان هو يمشي اسرع وما يتقلش معانا بالشكل ده. هنا لما ابتدى يتقل معانا هنضيف كمان الزيت تاني علشان نخلص الكمية كلها وعلشان الخلاط يمشي اسرع بالشكل ده كده. طبعا بعد لما نخلص كل الكمية هنحتفظ بيه في التلاجة، بتقعد معانا فترة طويلة جدا. اهم حاجة ان هي تكون في علبة محكمة الغلق وما يجيش عليها اي مية، هتفضل معانا، هنستخدمها في سلطة الطحينة، وممكن كمان ان احنا نضيفها على الفول، وممكن ليها استخدامات كتيرة جدا. دي الكمية اللي بقت موجودة معانا من الطحينة اللي معاملينها بالزيت والطحينة البودر، ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم، ما تنسوش لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.